أسئلة كتير عم تجيني وحقيقة عم تتكرر، بس أنا حاسة مع الأهل. في أم مثلا بتقول إنه عندي صبي عمره 8 سنين، أنا بدي إياه بس يعرف يدافع عن نفسه، أنا بديش إياه يضرب، أنا بديش إياه يصير عنيف. رفيقه مثلا بصفه ضربه وضايقه وهو ما بسد الضربة وما بعبر عن غضبه وانفعاله، كيف أخليه ما يخجل وما يسكت ويصير يعبر، مع إنه هو كتير لطيف وهادي وواعي؟ ونفس الشيء بنت كمان بنفس العمر ما بتعبر عن مشاعرها، صاحبتها هاجرت ما أجت وعبرت عن مشاعرها. حبيتهن، أنا حابة هذا النوع من الأسئلة. ليه؟ هذا فيه وعي أهل، هذا فيه إنه الأهل عم تعرف إنه لما الطفل بكتم شعوره كأنه قاعد بنضغط وهني خايفين عليه، وبنفس الوقت كمان إنه ليش ما بردش لما حدا مثلا بضربه. بتقول أنا بديش يا يصير عنيف، أنا بديش يا يضرب، بس بدي كمان أخليه يصير يدافع عن نفسه. بالنسبة إلي أنا بحب كتير إنه تفوتوا أطفالكم اللي هذا النوع من الأطفال، إذا بحبوا طبعا اوعكم تجبروهن. في أنواع رياضة اللي هي بتعلم الصبي وبتتعلم البنت الدفاع عن النفس بحركات رياضية. المشاعر إسا بنرجع لها بنحكي عنها، بس أنا أهم إشي بدي إنه الولد الصبي يتطور والبنت تتطور بإنه تعرف إنه عندها إمكانية من ناحية حركات رياضية، بس هي بتقرر تستخدم أو ما تستخدم. هاي الحركات ما بتأذي، هاي الحركات بتخليه يصير أكتر عنده ثقة بالنفس، أكتر عنده تقدير ذاتي، وحتى عنده ارتياح داخلي. احنا بدنا أطفالنا تتطور بشخصية سوية، مهم كتير، سوية وسعيدة. ها؟ فهون هو صار عنده إمكانيات، والإمكانيات هاي مش مؤذية، الإمكانيات هاي كتير بتخليه يكون عنده ثقته بنفسه وبحس بشجاعته وبحس بتقديره الذاتي. وأغلب الأطفال اللي بتخجل زي ما أنتوا بتحكوا، أغلب الأطفال اللي ما بتحب إنها تشارك بمشاعرها بتروح لهذا. ليه؟ لأنه هذا بيعملها تنفيس، هذا بخليها تشعر بثقة بالنفس. الآن في أطفال، وهذا لازم أنتو كأهالي وخصوصا لأنكو واعيين ولأنه حبيتكو كتير، حاببتكو في أنه مهتمين في أنه ما يخلي مشاعره تضلها بداخله. في أطفال عندها مزاج، عندها طبع اللي ما بتحب تشارك. وإذا بتلاحظوا عشان تفهموني، انتبهوا كتير مرات بنسأل، أنا مثلا بسأل كيف كان شعوره، بيجي بقول لي شخص، بقول لي احنا جماعة منعبرش عن مشاعر، يعني عارف حاله انه هاي البيئة تبعته بيئة اللي ما فيش عندها حتى مصطلحات مشاعر. انا بقبلها هاي. ليه؟ لانه هذا نوع طبع، نوع مزاج، فيش اشي اسمه انه هذا منغلق او هذا مكتئب او هذا مش طبيعي، لا هذا طبيعي. الان كتير حلو، وعشان هيك أنا دايماً بقول وبرجع بقول، تطبيق كشكش بساعد هاي النوعية من الأطفال. لما بتسمع سردي بأنواع قصص اللي كتير بتذكره بماضي أو بحاضر أو بواقع اللي هو مربوط فيه، مرق فيه، بيعرفه. يعني مثلاً أنا كشكش ضد العنف، قصة كتير تقيلة، قصة كتير صعبة، قصة كتير أنا بحسها إنها فيها في عيلة اللي فيها حدا عنيف، وعم بيلاحظوا كشكش ولوزة العنف على الجسد هاي الصاحبة اللي تعرفوا عليها. هون هذا العنف، التنمر، هذا جزء من قضية المشاعر. فكشكش تأثر، لوزة تأثرت، كشكش ضد العنف. التأثر هو بخلينا نندمج مع البطل وخلاهن يقوموا بمبادرة للمساعدة. هون شو قصدت بإني هقول القصة وسيط علاجي؟
يعني هذا الطفل الكتوم، الطفل اللي مزاجه بحبش يعبر، ربط مع القصة، أما مش وأفرته طبعا واستفزيته طبعا، بس عرف إنه في زيه. أما إذا كتير أهالي ليش بتحكيش، ليش بتشاركش، ليش بتعبرش، بزيد أكتر كتوم ما أشاركش وما أعبرش، وبتصير يوم ورا يوم هذا التوبيخ هذا التأنيب يزيدني تأجج. هقبلي وبحب كتير، لأنه هذا النوع من المزاجات بقول لك أنا بقدر السلطة، أنا بحترم السلطة، يعني الماما البابا الأنظمة، بس لازم تحترمني، فاحترامك إلي هو ما تستفزنيش وما تستغرب كتماني، لأني أنا بحب أحفظ أسرار وبحب ما أعبرش، هيك طبيعتي، مثل البصمة تبعتي، في بصمة بتشبه التانية، هاي بصمتي، فإذا أنبتني أو وبختني ضايقتني وبطلت أحب أتعامل معك، وبطلت شوي شوي تدريجيا ببطل أحترمك، فارضوا في هذا، بس أعطوا اللي مثل ما حكيت لكم الوسيط العلاجي والتدريب على الدفاع عن النفس.